من استديوهات قناة نوميديا أحييكم وأرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم نوميديا. نواصل دائما الحديث حول كل ما هو فن سمعي بصري وإعلام بالجزائر. موضوعنا لهذا المساء فنانات جزائريات أو مغنيات جزائريات من عالم الغناء والطرب إلى عالم التمثيل، تميزنا وكنا صاحبة أدوار متميزة جدا. تابعوا هذا التقرير للزميلة أحلام مغزوز ولنا عودة. تابعوا. لطالما أبدع المغنون وهم يخوضون تجربهم الأولى في التمثيل، فرحلوا بمتتبعي أعمالهم السينمائية منها والدرامية إلى عوالم أخرى كان الإبداع عنوانها والتميز مسلكها، فغدوا متميزين بإطلالتهم الساحرة عبر تلك الأعمال. كلما غنوا بأصواتهم الشجية إلا وسافرنا معهم وخلقوا بيننا وبين أحاسيسهم جسورا أعمدتها أصواتهم العذبة وعيشهم لما يقدمون أمام الميكروفون، فيترجمون لسان حال الكثير الذين يصفقون في النهاية لما قدموا. في كثير من الأحيان يظهر لنا المغني أو المغنية بصورة جديدة عبر عمل تلفزيوني، فتصاحبه النظرات والترقب لأي جديد سيقدم وأي إضافة، ففي غالب الأحيان يبهر المتلقي ويجعله يسعى خلفه ليقوم بأدوار أخرى في أعمال جديدة، وذلك للدرجة الكبيرة التي يبزغها في الإبداع والرسالة القوية التي نجح في تمريرها عبر الدور الذي قدم. فيروز، إصمهان وأخريات كن سباقات في التميز سواء في الأغنية أو التمثيل، فجعلوا لمسيرتهم الفنية تنوعا لم يسبق له مثيلا، فرسموا فسيفساء فنية جميلة بين الغناء، المسرح، السينما والدراما. كان هذا التقرير للزميلة أحلام مغزوز حول عنوانه من الشهرة الثانية من الغناء إلى التمثيل. للحديث على هذا الموضوع أسعد وأتشرف باستضافة فنانة جزائرية متميزة وفنانة جزائرية دامغة في الفن الجزائري. أسعد باستضافة الفنانة ليلى بورصلي. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور وشكرا على الاستضافة مرة ثانية. مرة ثانية أهلا وسهلا في أي وقت ليلى بورصلي. أيضا أسعد باستضافة فنانة جزائرية شابة متميزة أيضا وصاحبة صوت شجي، كانت دخلت عالم التمثيل وتميزت عبر أدوارها السينمائية والدرامية وحتى المسرحية. ليندا بلوز، مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. خلينا نبدأ معك ليلى بورصلي، راح نبدأها ديرك بالدارجة ليندا. ليلى بورصلي، بين الغناء والتمثيل وين هو اللي صعيب، الغناء ام التمثيل؟ يعني كل حاجه في المجال ديالها. الغناء كان ما نقدرش نقول باللي صعيب باسكو يعني انا كبرت بالغناء. التمثيل حاجه جديده، دونك فورسيمون جاتني شويه صعيبه، سورتو كو صراحه ما كانش عندي ناس اللي ديزون كي مون انكادري، ما كانش كاين. كان يعني كي نشوف في المسلسل الجريح اللي مثلت فيه هذا شهر رمضان 2019، سيتي بريفو يكون فيه ان كوتش، يكون فيه، ما كانش فيه ان كوتش. دونك كل شيء اللي شفتوه على الشاشه يعني من دون المخرج اللي كان يساعدني ولا مساعد المخرج الثاني اللي كان يساعدني ولا حتى الممثلين اللي ساعدوني، يعني ما كانش فيه واحد بروفيسيونيل اللي ساعدني باش مسلسل الجريح اللي كان على قناه الجزائريه للمخرج السوري عبد الغني البقاعي والسيناريست الجزائري علي رازي باون. اول تجربه
تجربه في عالم التمثيل في الدراما. انت كان عندك فيلم مع المخرج الجزائري بالقاسم حجاج. الفيلم مع بالقاسم حجاج هو كان فيلم يعني فيلم قصير اللي كان تابع الالبوم ديالي للامل. ويعني بالقاسم حجاج يعني الفيلم تاع بالقاسم حجاج كنت انا في مون ليمون، كنت ما كنتش يعني ماشي عطوني دور وانا رحت خدمت الدور، نو الدور انا اللي اقترحته على بالقاسم حجاج، وبالقاسم حجاج يعني لامي اون ايماج الاغنيه اللي انا درتها في الالبوم تاعي. يعني كنت مرتاحه في الدور تاعك؟ كنت مرتاحه، وبالقاسم حجاج صديق يعني كان كان عندي التعامل وفر لك الجو. طيب مي كانت عندي ثاني مشاركه اخرى اللي ديما بالك ما تكلموش عليها، هي ريم العرج في فيلم الظل والقنديل. نرجع ليه، نحن عم نرجع ليه بعد ما نسأل ليندا بلوز. سسبنس. أيوة ليندا بلوز، كما اللي يقولوا إنه ليندا بلوز مولفين نسمعوها في الأغاني تاعها، الأغنية الضاربة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي من جبالنا اللي غنيتيها بصوتك. بعدها درتي المسرح، كان مع أحمد رزاق في مسرحية المسرحية الظاهرة اللي نسميها أنا اللي هي مسرحية طرشاقة. درتي السينما، ومن بعد شفناك في دور مغاير، الدور اللي يعني في مرحلة من المراحل قلنا أوتيان هذه هي ليندا بلوز في مسلسل الخوة عام 2018 وين كنت في الحبس وكذا. بين الغناء المسرح السينما والدراما، وين لقيتي روحك أكثر؟ Effectivement, la musique, parce que je reste avant tout une chanteuse. Mais j'ai adoré faire toutes ces expériences parce que ça fait partie quand même de mon métier. Parce qu'en tant que chanteuse, j'interprète. Le Renal et le René, ce n'est pas forcément mon histoire à moi. Je dois interpréter et je dois vivre la situation aussi. Donc c'est pareil. La différence, c'est que le Masrah, c'est du live. Ma cache coupée. C'est avec le public, donc c'est comme la scène. C'est qui m'a qu'un René sur scène. Le cinéma et la télé, c'est des moyens différents, c'est deux méthodes un peu différentes quand même. Mais je préfère le live. Que ce soit le masrah ou le chant, je préfère le live. Il n'y a pas mieux. Et on est en live, l'émission tana. Ouais. Alors, كي درتي مثلا تمثيل؟ فيه كثير يعني من الممثلين الجزائريين اللي حبينا ولا كرهنا يخرجوا كما يقول لك ils disent tout ce qu'ils pensent les autres tout bas. يقول لك انه هذه مغنيه علاش جات تزاحمنا في التمثيل؟ سمعتيها اكيد. Plusieurs fois, j'ai même été invitée à une émission pour parler de ce sujet. Mais qu'est-ce mouzahama, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Le terrain est vaste, نقدر نغني، نقدر ندير du théâtre en parallèle. انا pour moi ça fait partie de mon métier. Je suis ماشي كنت زعما نطيب من بعد رحت نبني. C'est pas deux choses différentes, tu vois, ça se complète. Elle reste dans l'art. Exact, parce que c'est une interprétation, effectivement. Tu interprètes des chansons que tu ne vis pas forcément. Oui, ça fait partie. Pour moi, j'ai voulu faire ça parce que j'en avais besoin pour la scène. D'ailleurs, depuis que j'ai fait du théâtre, spécialement le théâtre, j'interprète les chansons différemment. Vraiment, l'année dernière, j'aime encore beaucoup plus qu'avant. ça m'a aidé. C'était le point positif. قدام الكاميرا تاع الدراما وقدام الكاميرا تاع السينما فيه اختلاف؟ Il y a une différence? Il y a une différence de situation. حتى الوقت لنا ماشي بسنتيغ لو تايمينغ في الدراما سورتو في المسلسلات يا وقت قصير يا كومون دير لو طون دو تورناج اي تيلمون ريستريان alors pas le temps de rentrer dans le jeu كاع c'est stressant au final. Et le cinéma, par contre le cinéma quand c'est un film, je pense انا مازال ما درتش un film هكذا ولا عندي بوكو لا voilà dans un film. À part celui de Rim Larj اللي كانت عندي juste une petite séquence que j'ai joué, mais sinon j'ai jamais eu à tourner dans un film de cinéma, mais je suppose que dans le cinéma et je les entends dire les acteurs qui étaient dans le drama معنا في الفيلم اللي كانوا موالفين يديروا السينما, يقول لك سينما c'est mieux, on prend notre temps, la séquence نديروها par exemple le temps de faire la séquence calmement. Un feuilleton, on faisait 16 séquences par exemple par jour. Un film, on fait 4 séquences par jour. C'est pas la même chose, on prend tout notre temps. Malheureusement, plus juste avant le ramadan, parce que de toute façon, on a des séries qui sont fermées. Il y a l'âme qui est nouvelle. Juste avant le ramadan, ou une période très courte, ça doit se faire rapidement. T'as pas vraiment le temps de travailler bien les choses. Oui. Et comme tu disais tout à l'heure, ma cache encadrement. Ma cache encadrement. Regardez le ردود الفعل لي رياكسيون تاع الناس اللي شافوا لي لابورسالي. انا واحد من الناس نكون قاعد في مجامع وفي لقاءات وكذا, يقول لك شفت حتى شوفي ذاك التعبير, يقول لك حتى لي لابورسالي عندها مسلسل السنه.
ردود الفعل تاع الناس اللي تواصلوا معاك وما تحطوش على اشباه الاعلاميين باسكو حكينا مره انا وياك على اشباه الاعلاميين ما نحكوش عليهم على كل حال نحكوا على الناس اللي تاع الدومين تاع المجال شكون تواصل معاك وقال لك برافو ليلى سي تان با اون افون وراكي تطوري من نفسك تفضلي يعني ديجا متفكرتهم الاولى افونتير شفت حسن كشاش كيما فيليسيتي كاين بزاف تاني اللي في المجال تاع السينما اللي شجعوني باسكو ايزون كامام تروفي كو سان افوار دو كادرمون سان افوار ديكسبيريونس جي بو رونتري دون لو بيرسوناج بيان كو لو بيرسوناج كان يقتار بزاف من الشخصيه ديالي سيتادير كو سيتي اسي بروش جي با جوي نون بلو ان بيرسوناج ديفيسيل قداش نقول باللي فوالا اي سي نورمال جي با ما كانش عندي تكوين باش نلعب دور جون دانكو هكذا نولي ممثله اكستراوردينير نو سي سي كلير كو سي با بوسيبل مي بزاف اللي قالوا لي باللي بور اون بروميير اكسبيريونس و لي كونديسيون اللي فين درنا فيها لي تورناج لو تورناج اي تو سي تي بيان ابري يا دوتر ما نقولش كان حتى لي ناس اللي قراب عليا كاين اللي قالوا لي سيتي اون سي ديسو ما حنا نشوفوك غير في الغناء علاش رحتي للتمثيل دونك الاراء شويه يختلفوا انت لي بيرسون شوفي دوك نرجعوا لظروف التصوير هي اللي تجعل من الممثل في كثير من الاحيان يظهر بصوره سيئه او ماشي هذيك اللي كان يتمناها ليندا بلوز الاكيد والمؤكد انه كنا في السمع البصر الجزائري نظهر على شاشه التلفزيون جينا انتقادات وتهجمات ما نعرفش منين يجوا والله الحيره لا تهجمات كيفاش يجيبوها والاوصاف اللي يجيبوها اكيد المؤكد انك رقدتي نطي لقيتي دي كريتيك نيجاتيف انا فرصت لك شي واش ثاني دي كريتيك نيجاتيف بارابور لا لي رول اللي درتيها ترجمه وليد راك دير ترجمه دفعت جو انا خريج كليه ادب قسم ادب فرنسي في جامعه مسليان ما فيها ضرب الخف تما انا غفار شعوز نوصل معك يقول لك انت خاطيك تمثيل هكذا كاريمو بدون اي مبررات سون جوستيفيكاتيف يقول لك انت اور دو كيستيون انت خاطيك تمثيل علاش ما تجبديش روحك شكون ردت فعلك علاش راني نتعلم خلوني راني نتعلم ردت فعلك بس سا راني نتعلم راني نتعلم ومازال il faut me laisser ma chance ما سي افيك ليكسبيريونس اللي نتعلمو سي با je vais pas dire que c'est pas inné بصح il y a du travail ça demande beaucoup de travail et j'espère qu'avec le temps je vais pouvoir m'améliorer شكون رد الفعل تاعي شكون ليلى بورصالي قالت لك انه السيد الصديق حسن كشاش تحيه اكيد ليه قالها بلي راكي مليحه وواصلي وما تحبسيش انت شكون من الفنانين دوك قلنا اسماء واسمان من الفنانين اللي قال لك ليندا تشوا فيها رول اكسترا اوردينير Rôle extraordinaire, non, j'ai pas eu ça. Mais j'ai une personne qui me vient en tête et qui m'a toujours encouragée. D'ailleurs, c'est grâce à lui, Litral Twitter Chara. Il m'a toujours encouragée et m'a poussée à faire ça. C'est Mostafa Laribi. Une personne que j'apprécie énormément. Oui. Il m'a toujours poussée à faire ça. C'est une personne qui m'encourage énormément. Mais rôle extraordinaire, j'ai pas encore eu la chance d'avoir le rôle extraordinaire parce que j'ai eu des petits rôles. Bon, ce cinéma-ci, mais. Je pourrais pas dire rôle extraordinaire, j'ai pas eu de rôle principal, pas encore. Sauf une fois au cinéma, mais sinon à la télé, non. C'est moi, j'ai pas encore pu faire mes preuves. مازال نتعلم في فنانات مصريات مثلا انه يحكوا في كثير من الحصص التلفزيونيه تقول له انه مش مهمش الرول اذا كان مثلا الدور اذا كان كبير ولا سي والله راح لي الاسم تاع الفنانه اللي شافها يوسف شاهين في 30 ثانيه يقدروا يشوفوك برك جست ان ريغار يفي توت لا ديفيرنس جذبت الانتباه نتاعو بعدها جابها عنده في الدور الاول خلينا نوصل مع ليلى بورصالي اللي راحين تتقاسموا انت وياها هذا المحور ظروف التصوير ظروف التصوير هي لي كونديسيون دو تورناج ظروف التصوير في الجزائر للاسف مثلا انا عندي اصدقائي فنانين لبنانيين او مصريين ظروف التصوير في المسلسلات انا جايك في المسلسلات خطر في الافلام عجبتني تاع هكذا ظروف التصوير في المسلسلات انا جايك عندي انا اصدقاء فنانين مصريين لبنانيين سوريين من الان من شهر اكتوبر او سبتمبر يبداو يصوروا في المسلسلات تاعهم في رمضان راه جاي في 24 افريل بمعنى انهم ياخذوا وقتهم في التصوير في الجزائر للاسف نرقدوا النوضو يقول لك خلاص سي بون باش نجوا نمثلوا بشهر ونص قبل رمضان ويصرى تاخير
حتى في رمضان ونصوروا. ما تشوفيش انه ظروف التصوير هي اللي تاثر على الجوده تاع الدور تاع الممثل؟ تفضلي. بيان سور بيان سور كو كيكون الوقت قصير ويكون فيه هذيك لو ستريس باسكو انا نتكلم على على الاكسبيريونس ديالي في الجريح. حنا كنا باغ اكزومبل كاين واحد ليسان اللي انا جلي زي تورني اليوم يومين ولا ثلاث ايام بعد كانوا يبثوا فيهم دونك سا فو دير كو فريمون اي فالي فير فيت. وشحال من مره انا كان عندي جونغ ان كونسير في الليل ونتورني في لا جورني وما نكونش ولا يكون عندي كونسير لا في ونتورني لا جورني ما نكونش يعني ما نكونش علاش حتى لي سي فو فولي القوه ديالي ما تكون ما نكونش القدره ديالي ما تكونش 100% ما نكونش 100% بوركو باسكو نكون عيانه باسكو فوالا سي دي شوز. اي بي كاينه حاجه ثاني اللي انا شفتها في لي تورناج c'est que voilà les comédiens voilà ils sont là c'est dommage parce que même ils n'ont pas قيمه الممثل à 100% avant كانوا يقولوا لي بلي كان عندهم دي par exemple الممثل l'endroit اللي وين يسنى فيه واش ياكل واش يحب voilà est-ce qu'il يحب يرقد est-ce qu'il يحب كم هادشي انا ما انا جي با فيكو سا هادي قالوها لي في التليفون انا قالوها لي غير هكذا انا كنت عارفه انا كنت نستنى دي فوا ست سوايع دي فوا نستنى فيها سان ريان فير سان ريان فير ومن بعد قالوا لي ايه اليوم نو اون تورن با اوجوردي غدوا غدوا ولا نستنى ست سوايع بعد نتورني اون سان امبورطونت il faut que انا نكون يعني نكون دون لا سان سي با بوسيبل سورتو انا ما عنديش التكوين تاع الممثله ويزيد يقولوا لي هكذا اثناء التصوير. بيني وبينك يعني بيني وبينك و 4 مليون جزائر زعما 40 مليون يتفرجوا فينا نو جو بونس با. بيني وبينك اثناء التصوير جاتك فكره في راسك انه ليلى جو سي با فيت بور سا قلتيها؟ Non, ça va être non. Parce que quand je fais quelque chose, ça y est, je suis dedans. Laisse-moi dire mon maximum. Pendant le soir, je dis que c'est une machine qui est là. Ça veut dire que je ne dirais pas bien comme il le faut. Non. Quand je suis dans une chose, même si je suis en train de me dire que je suis en train de me dire, je vais aller au fond. Je suis en train de me dire que je suis en train de me l'auto-évaluation, c'est مطلوب وهو شر لابد منه. انتي اليوم شحال تمدي لنفسك من 1 لـ10 ليلى بورصالي مغنية الأندلسي صاحبة الصوت الشجي اللي دخلت عالم التمثيل والدراما واليوم راهي تمثل وعندها دور في مسلسل الجريح اللي كان عنده صدى. شحال تمدي لنفسك الـ10؟ انا اون جينيرال شوي دور افيك موا افيك موا ميم بصح لو كان شويه نكون عاقله مع روحي شويه نقدر نقول 4 على 10 لا نكون عاقلة مع روحي لما قلت ما نكونش عاقلة مع روحي يقول زوج ولا واحد. طيب ليندا بلوز تقول لك ليلى بورصالي تقول لك في التليفون يعيطوا لي يقولوا لي أرواحي تمثلي راح يكون عندك لوج باش تريحي ماكلتك شرابك كل شيء وصلك وين تكوني نديروا لك مام أسيستون ولا أسيستونت يعرف شنيا لي بزوان تبعك حاجياتك كي نوصل الوقت الصح نصيب روحي هاملة نستنى 6 سوايع 7 سوايع وما كان والو يعني روحي ما كانش تورناج. انت عشتي هاد الاجواء؟ وي بون ما هادي لو طابلو كو فيان دو ديكريغ ديجا ما صرات باسكو جامي ما قالوا لي فوالا حتكون عندك لا لوج حتكون عندك هذه نجيبوا لك شي تبغي تاكلي وكاع هذه كاع ما تكزيستيش في الجزائر ما تلاقيتهاش كاع اون طراي دون دي كونديسيون اتروس من بعد كي الناس يشوفوا لي ريزولتا مي ما على بالهمش شاو صاري ان باراليل لي كوليس ايزون اوكين ايدي دو سكي سباس او فينال جي تكون ميت بالعياط سنا بوندون دي زور ما على بالكش رايح تورني سا مي اريفي نلحق ما عنديش التكست تاعي ما قريتش شحال نلعب جو ديكوفر لو تكست سور بلاس سا مي اريفي ولا كان تي ان تران تورني والوقت صاي هما خدموا نهار كامل راهم عيانين راهم ستريسي اي تو ترانسميت اون انرجي نيجاتيف راهم زعفانين ستريسيين وروح تلعب ويقول لك صاي تاع يفو كون فينيس لا سيكونس توت فيت كيما ولا تغلط يشلفوا عليك مي او فينال وجهك انت اللي حيبان في لا تيلي تما انت اللي حتتحاسبي ماشي هما لوغ سي لوغ فوا تاع او جو مي سوفيان اون فوا كان عندي اون سين في الخاوه Il fallait qu'on la tourne rapidement parce qu'ils avaient perdu énormément de temps. Les déplacements, on avait eu beaucoup de soucis. Et c'était une scène où je devais pleurer. C'était la scène où il mettait Manel. Je m'enferme dans la chambre. Attendez une minute et je serai prête. Je me concentre. Je suis dans la chambre, j'étais tellement épuisée, fatiguée, énervée.
رحت بالبكاء طرطقت خرجت بعيني دايور هكا دونك سا تومبي بارفيتمون بيان افيك لا سيكونس جست بيان مي اون ا في سا تري رابيدمون اون ا با فريمون اي لو تان جو بارل با كو دو سا مي كاع لي زيكسبيرونس لي فوتهم ا شاك فوا سي لا ميم شوز ا شاك فوا سي لا ميم شوز شنو السبب سبب تاع هذا الاهمال اللي يكون في موقع التصوير لورغانيزاسيون لازم لو ستاف يلابران ا سورغانيزي اوترمون باسكو خدمت اوسي في لا برودكسيون جو سي كومون سا سباس مي كي تكون داير بلانينغ تاعك بريغلي على بالك وين تعيط الكوميديان وين لازم يكون الكوميديان وين يخدم دو فاسون اسك ما تعيهش وش بريفير هذاك الوقت كشغل نخدم فيه مون تيكست نخدم فيه مون بيرسوناج ولا ماشي راني قاعده هكا نستنى يعني نيمبورت كان مومون يقدر يجي يقول لك ساي تو بريبار تو مون توت سويت الوغ تافي ميم با لو تيكست لافي نفس التيست على 10 مش حال تمدي نفسك في خلينا نقولوها اما دور في كل ادوار مثلا انت عندك بزاف ادوار في السينما اي مسرحيه ودراميه مش حال تمدي نفسك الى بورسالي بدات 10 ربع على 10 ربع على 10 انت مش حال تمدي نفسك علاش علاش دي لا هكذا سافي ديا كو سي سو دون بلوس ال فا سي سي سا اي لوغي با دي كومونسي بارتو علاش دي لا هكذا علاش خمسة على 10 سي مويان سي الديبي اوكي خمسة على 10 كملنا التصوير كملنا التصوير المسلسل بحلوه ومره مر على شاشة التلفزيون يبقى دائما هذاك التخوف انه نحب نكملوا في المجال نحب نكملوا في التمثيل ونقولوا بلك المسلسل الفلاني اللي لعبت فيها او العمل الفلاني اللي لعبت فيه راح يكون لي كشهاده ان سيرتيفيكا دو فياسكو شهاده فشل انت ما قلتيش انه مثلا لازم يعاودوا يمدوا لي دور اخر او فرصه اخرى باش نمد قدراتي اكثر في التمثيل نو انا مش عارفه انا الدور اللي اقترحوه لي خديته ولعبته جو دير ici on me propose un autre rôle peut-être que je vais réfléchir plus parce que اليوم راه عندي خبره شويه un peu plus que نهار اللي اقترحوا لي الدور ديالي par exemple الجارح اليوم نقدر نقول voilà je sais ce que c'est donc نقدر نختار نقدر نقول لا نقدر donc si on me donne une autre chance bien sûr que ça sera j'espère mieux parce que j'aurai plus d'expérience inchallah si Allah. On me donne si on me donne pas je veux dire ana ma andish manish amla fi rasi billi ani rayha nkon mumathila bsif ana عندي راني في مجال الموسيقى راني نتمشى نهار اللي يقترحوا لي دور اللي يعجبني ماذا بيا ما يقترحوا ليش دور اللي يعجبني سي با غاف سي با كلكو شوز لي راني نجري وراه سي با كو سوا ان بلس فوالا فوك سوا ان بلس سيتو النهار الجارح انا بور دير لا فيريتي كنت كانوا يقترحوا لي لا بروميير فوا في الخاوه 1 كنت رايحه نلعب يمات شهرزاد دونك لا فرونسيز بون ما ندارش باسكو جالي رونتري ان ستوديو باسكو الموسيقى فاتت من قبل دونك سي تي با بوسيبل دو توت فاصون سا باس با tu peux pas être la maman tu peux être la sœur non j'ai été sa maman en fait j'ai été sa maman oui alors très jeune comme maman les critiques c'était ça oui mais chez maman خوتها oui dit اثر عليك انت هذا نو انا النهار الاول اللي اقترحوا لي يعني الدور لو كان ماشي سي با جو لو دي سانسيرمون قلتها ميم شهرزاد كون ماشي شهرزاد بالك كنت من علاش شهرزاد باسكو حسيت باللي كاين فوالا بتيت كومبل كلكو شوز جي سونتي ما كنتش نعرفها من قبل اي جي يو ريزون دايور باسكو ابري اون دي دوفني انستانتانيمون شهرزاد كومون تدخل في القلب انستانتانيمون فوالا سي سا دونك مي قلت لهم وسيت سور يما زعما بون جي بالك ما نشوف روحي بالك راني نشوف روحي صغيره وانا راني كبيره بالك باسكو دي فوا نشوف دونك فوالا سي بور سا كو جي اكسبتي مينون ابري الا يقترحوا لي دوكا جو في اتر بلوس اكزيجونت مثلا لو يقترحوا لك شنو هما لي كونديسيون ديالهم شنو هما الشروط اللي ديرو ما نقدرش نقول لك هكذا الشروط ما هما اللي نديرهم سي دابور الشرط الاول هو لانكادرمون سادير لازم يكون في يعني واحد يكون معايا باش يقول لي باش ان كوتش باش يقول لي باسكو انا ما نقدرش نشوف روحي انا في جارح لعبت ناتوريلمون بكيت تاع بور دو فري جي سي ديت لا بلو سانسير مي جو بونس كو ادوار واحده اخرى ما نقدرش على شاك فوا نحط كل شيء اللي عندي هكذا في دور فازير سيتي ما بيرسوناليتي اللي خرجت في هذا الدور في الجارح مي دون ان اوتر رول بالك
voilà, il me faudra un coach, واحد اللي يوري لي بلي هاد اللعب ça ماشي هكذا, le regard par exemple, je donne des exemples. Par exemple un écarquement des yeux, par exemple نحل عيني بزاف, c'est pas beau à la caméra, نضحك ماشي, il y a une manière de sourire, d'ouvrir sa bouche, il y a voilà, tous ces détails, voilà, هاد التفاصيل اللي انا ما عنديش, باسكو ما عنديش الخبره, ما نقدرش نعرف qu'est-ce que ça peut donner, la sincérité dans le regard, la hadi ana ya عندي, j'ai pris les codes تاعي لي sur scène, درتهم في السينما, ça marche des fois et des fois ça marche pas, c'est pour ça qu'il faut واحد اللي أترك. طيب في بداية التقرير ليندا بلوز بدأت التقرير بصورة للفنانة الجزائرية الصديقة أمل بوشوشة, خريجة ستار أكاديمي على باز سيشون شونتوز, ستار أكاديمي غنوا فيها, خرجت دخلت عالم الغناء وكذا, بعدها شفناها في أدوار وين اليوم اكتسبت شهرة في الوطن العربي كله, يعني لو أقول حتى في أوروبا, يعني كرمت مؤخرا في أحد المهرجانات في أوروبا. في رأيك اللي يحب ينجح مثلا ويحب يتميز في التمثيل لازم يخرج من الجزائر إلى الشرق الأوسط؟ هذا كنا عم نرجع لك السؤال, على بالي عجبك, تفضلي. C'est une question piège. C'est vraiment une question piège. Oui, malheureusement, peu importe le domaine, qui تخرج منه, ça change. Ça change beaucoup. Qui te rejoint maintenant, on peut dire quand même que les gens qui sont plus, mais qui te conquiert là, il y a toujours plus de valeur qui te rejoint maintenant. Pas forcément dans pays arabe, hein. Peu importe où tu vas, mais qui te rejoint maintenant, qui sont plus, mais qui t'aident à l'aider. On en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas que Soul King, ils sont très nombreux. Mais je sais pas, concernant les pays arabes, je suis un peu à côté. Tu as fait Amel Bouchoucha quand même. Oui. وي 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 نو وي على بالي وين راهي تلعب, مازال ما تفرجتش برك, مي وي وي اوكي جي جي وي ليلى بورسالي. قلنا انه كثير من الفنانين الجزائر الممثلات الجزائريات اللي كثير صح من الممثلات الجزائريات اللي متواصل معايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام, يبعثوا لي نقولها عندي بزاف ما تلاقيناش, عندي بزاف ما شفتكش, تقول لي سوا راني في فرنسا, سوا راني في تونيزي, سوا راني في ليبون, سوا راني في ايجيبت, كي نقولها علاش تقول لي جي تونت ما شونس, راني نحوس على فرصه باش نخرج الطاقه نتاعي اللي للاسف الجزائر ما اكتشفوهاش. شوفي انه لازم على كثير من الفنانين والفنانات الجزائريات اذا ما لقاوش مكانهم في الجزائر لازم انهم يخرجوا يحوسوا على مكانهم في المشرق العربي. وي مالوغوزمون عبالي كان يقولها لك وراني نقول جيسبر, ماذا بيا نقول لك لا, ماذا بيا نقول لك نو, بصح مالوغوزمون ان فيت لو بروبليم حنا عندنا في الجزائر سي كو ما عندناش اون اندستري ني دو سينما ني دو لا ميوزيك ني دو سبيكتاكل, كل ما هو فن, يعني كل ما هو فني ما عندناش اون اندستري, ستادير كو هي مساله دراهم. الناس واحد ان بروديكتور, واحد اللي يجي يحط دو لارجون دون ان برودوي, لازم سي نورمال لازم يعاود يريكوبير سون ارجون, لازم يربح دراهم. حنا يريكوبير دونك يا با دانديستري, كلش حنا نديرو غير باغ باسيون, لو رياليزاتور سي باغ باسيون, لو شانتور سي باغ باسيون, راهي يدير فوالا اون سو با بور سكون في, راهي يمد للوطن ديالو, دونك فورسيمون واحد ممثل لي il est obligé qu'on soit dans un système, mais il ne peut pas être seul, le chanteur peut être seul, mais le chanteur ne peut pas être seul, il doit être dans une équipe, donc il faut qu'il soit dans une industrie, cette industrie ne peut pas, malheureusement ailleurs كاين اكثر من الجزائر. طيب راح نرجع لهذا الموضوع, لكن سيدتي سادتي توقف مع هذا الفاصل الاشهار للعوده, تفضلوا بالبقاء معنا.